طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن الديسنيا، تمام، والانتربريتيشن اوف ارتيريال بلود جازز الاي بي جي ريليتد تو الديسنيا. خلاص، يمكن الديسنيا من اهم السيمتومز اللي انت هتقابلها في حياتك، سواء كنت في العيادة او في الطوارئ. طيب، وليه احنا حطيناها في الابروتش بتاع السلسلة بتاعتنا؟ احنا يمكن انا هتكلم في الاكيوت برزنتيشن ازاي احنا بنتعامل معاه والكرونيك، انما انت لازم تفهم الديسنيا والابروتش بتاعها وازاي تعمل انتربريتيشن بالشكل انا هقوله. في الاول يعني ايه ديسنيا؟ يعني ايه ديسنيا؟ شورتنس بريسنج. كويس، في تعريف تاني للديسنيا؟ difficult of pricing. انما التعريف الاعم awareness of pricing. خلاص، احنا ربنا خلقنا ما بنحسش بضربات قلبنا وبنحسش بنفسنا. انا بتكلم دلوقتي، نفسي شغال طالع داخل، ضربات قلبي شغالة، انا لا حاسس بنفسي ولا حاسس بضربات قلبي. وانس ان انا حسيت بنفسي بقى عندي some sort of dyspnea. وانس ان انا حسيت بضربات قلبي انا عندي palpitation. ده ريجولر ولا الريجولر، تاكي ولا برادي؟ هناخد ابروتش منفصل لحالات البالبيتيشن. طيب، الديسنيا زي ما انا اتكلمت قبل كده، احنا دايما كل سيمتوم هنيجي انا يهمني اول حاجه، اول ما ابتدي اعمل اسسمنت اعرف السيمتوم ده، او انا عرفت خلاص awareness of breathing يعني ديسنيا. تمام، تاني حاجه اعمل اكسكلوجن للموست كريتيكال سيتويشن اللي مرتبطه بالسيمتوم ده او الساين ده. تالت حاجة احط الالجوريزم بتاعي اللي انا ماشي بيه، وبعدين اخد ادواتي باي هيستوري، انا شايف كذا، جنرال اكزامينيشن كذا، لوكال اكزامينيشن كذا، ثم الانفستيجيشن. ده الابروتش عشان تعمل دياجنوز لاي حاجة هتقابلك. تمام، طيب، الديسنيا از ريجارد الانست، انا عندي اكيوت ديسنيا وكورونيك ديسنيا. حلو كده. طيب، واكيد الاكيوت لازم يبقى عندي رابيد اسسمنت للحاله عشان اعرف اخد الموست ابروبريت انترفينشن للعيان ده عشان اسيف لايف. تمام، قبل ما اقول الاكيوت والكرونيك، لان انت هتعرف بعد كده هو ايه الايتيولوجي بتاع الديسنيا اصلا، يعني اسباب الديسنيا تتوقع ايه. انا عندي كاردياك، بالمونري، ميتابوليك، ميكانيكال، هيستيريكال، وسنترال دراجز يعني. حلو، يبقى دي الميجور كوز بتاعت الديسنيا. في كاردياك ديسنيا، وفي بالمونري ديسنيا، في ميتابوليك، في ميكانيكال مع التروما، في هيستيريكال اللي هي سايكوجينيك يعني، وفي سنترال كوز اوف ديسني ريسبيراتوري سنتر ديبريشن كوز، وبالتروما اللي هم الميكانيك. سليم. والكرونيك ديسنيا مرتبطه بالميتابوليك، الهستيريكال ممكن تتحط اكيوت برضو. تمام، الكرونيك ديسنيا ميتابوليك، وممكن كارديو بالمونري، تمام، وممكن الدراجز. كويس، ايه الحاجات اللي ممكن تعمل اكيوت ديسنيا از ريجارد كاردياك ايتيولوجي؟ كاردياك تامبوني. حلو، ام اي، اكيوت اسكيميا، اورتيك ديسكشن، اريزميا. سليم. طيب، اكيوت بالمونري اديما على فكره، ودي اهم واحده، ولو انت عايز تعمل ديفينيشن محترم للاكيوت ديسنيا او اكيوت كاردياك ديسنيا، 95% هي الاسباب اللي بتعمل اكيوت ليفت فينتريكولار فيلير. خلاص، يبقى
انا دلوقتي راجل عرفت ان العين اللي جاي لي ده عنده جرش نفس داخل بينهج، حان يا دكتور انا مش قادر، عايز اعرف ايه مشكلته. انا في دماغي يا كاردياك يا بالمونري يا ميتابوليك يا ميكانيكال يا هيستيريكال يا درج، ستة اسباب. اظن انا قلت قبل كده ان الهيستوري ده اعظم حاجه في اي تشخيص. العين ده عندي هيستوري مثلا كوروناري اسكيميك هارت ديزيز، الراجل ده جاله من ماي قبل كده، عنده كاردياك اهو سابقه، لا ده العيان ده سي او بي دي، ده العيان ده برونكيال ازم، لا ده العيان ده تروما ومقلوب بالعربيه او بالموتوسيكل على صلاح سالم وجابوه المستشفى هنا في تروما، تمام. لا ده واحده ماشيه مع خطيبها ونزلوا الحسين وبتاع وبعدين قفشت عليه فجايه لك بديس عادي هيستيريكال. ده اتنين كانوا في البطنيه هنا وبيلفوا حشيش وبتاع فواحد اوفر دوز فجالك بريسبشن انتربريشن، يا دكتور ده كان بيلف السيجارتين معانا ومره واحده عينيه غربت ونزل رجاوي من بقه، احنا جينا بقى نجيبه ايه الحسين، فهمني. الهيستوري ده اداه قويه جدا جدا جدا، انا اقدر اعمل بيها رابيد ابروتش لاي حاجه. ما قلتلكش هتعمل الاسسمنت دلوقتي، انا رحت ما روحتش لسه للاكزامينيشن ولا الانفستيجيشن، تمام. يبقى از ريجارد الايتيولوجي انت عندك السته كوزز، وانا بتكلم على الاكيوت اهم اسباب اكيوت كاردياك ديسنيا اللي انا قلت لك عليها اللي هما بيعملوا اكيوت ليفت فينتريكولار ايه فيلير. طيب البالمونري ديسنيا او الاكيوت كوز اوف ريسبيراتوري ديسنيا، انا همسكها من فوق لتحت. عيان حصل له فورين بودي امباكشن، لك الواد كان بيلعب في السبحه بتاع باباه، بنبص لقينا الواد عمل صوته عالي وزرق، بنبص لقينا السبحه مفروطه على الارض، فالكرز بتاع السبحه وقف هنا اير واي ايه اوبستراكشن فورين بودي. لا ده ماما دخلت رشت بيروسول في الاوضه، وحماده دخل يجيب اللعبه من تحت السرير، طلع من 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 الاوضه، الواد وشه اتغير ازرق ابتدى يرجع، ده كيميكال حصل له ايه انهاليشن تو كيميكال اورجانوفوسفورس، فعمل لك اللارينجيال سباز واللارينجيال ايديما. خلاص يبقى انا ماشي اهوت فورين بودي لارينجيال سباز انافيلاكسيس، واحد خد حبايه معينه او اتعرض لاي غاز معين اكسبوز داخل معمل وانت مش عارف ايه، شميت حاجه كولابس انافيلاكسيس، او ان العيان عنده ازمه اكسسربيشن عادي بقى، ده برونكيال ازمه وجايب بخاخاته في ايده، واحنا عارفين يا دكتور الازمه دي بتجيله كل ما امه ترش بيروسول في المطبخ، خلاص اكسبوز وحصل اكسسربيشن للايه للبرونكيال ازمه او السي او بي دي، تمام. او ان العيان ده جاله تنشن نيموثوركس، انه لمصيبه كبيره لان ده فيتل، او ان العيان ده داخل بماسيف بلورال افيوجن. يبقى دي الاسباب الميجور اللي بتدخل العيان في اكيوت ايه ديسنيا نتيجه بالمونري ايه كوز، يبقى ده اللي في دماغي، تمام. طيب العيان بتاع التروما هو جاي لك والقميص متقطع وماسك جنبه وعنده فراكشر ريب ولسه مقلوب بالموتوسيكل، يعني حد هيحكي لك حاجه يعني تروماتيك، فانا بسرعه عايز اصور عشان اشوف في بيرفوريشن ولا لا، بليدنج هيدرونيموثوركس نيموثوركس ايه القصه السيتويشن بتاعك بسرعه. والهستيريكال خلاص الناس الحبيبه اللي بيقعدوا على الفيشاوي تحت في الحسين، خلاص يبقى انت معاك دي الاسباب بتاعه الايه الاكيوت ديسنيا غالبا كده، تمام. طيب الكرونيك معظمهم بيبقى ميتابوليك بصراحه. طيب هو ايه الاسباب الميتابوليك اللي بتعمل ديسنيا؟ هي نفسها الاسباب اللي بتعمل ميتابوليك اسيدوزس، الرينال فيلير، الهايبر جلايسيميا الدي كي اي او الهايبر اوزمولر، واللاكتيك اسيدوزس، كويس. ودول بيبقوا جراديوال اونست اند بروجريسيف كورس، يقول لك بقى له اسبوع كده مش مظبوط وبعدين مجهوده قل، ويقول لك انا نفسي غمى عليا ويجي لي وجع في بطني، وبعدين ابتدى ينهج، انا بيطلع الدور الاولاني ما فيش، بنسنده لحد ما نوصله الحمام، تمام. ده عيان كان في الجيش وخد 45 يوم تدريب، الواد راجع بينهج وماسك عضلاته، ده داخل في رابدومايوليسيس وداخل في لاكتيك اسيدوزس عنيفه جدا، وده بيحصل بنشوفهم في الجيش وفي الكليات الحربيه وكليات الشرطه، وممكن يوصل اب تو رينال داليسيس، تمام. يعني اكيوت رينال فيلير بسبب رابدومايوليسيس، وبعد كده الدنيا تفك والدنيا تتحسن بعد كده، وهيبقى المشكله عندك لاكتيك اسيدوزس، تمام. طيب الكارديو بالمونري ازاي تبقى كرونيك؟
عيان بقى عنده اورتيك ستنوزس، عيان عنده كل ده، عيان عنده ميترال ستنوزس، العيان اللي هيحصل عنده مشكله في الليفت فينتريكل بس كرونيك مش اكيوت، خلاص العيانين بتوع الكرونيك اوبستراكتيف ايروي ديزيز ما معاهم كرونيك ديست، هم بتوع البرونكيال ازمه والسي او بي دي. تمام. الدراجز، الدراجز المشكله على حسب الليفل بتاع التوكسين العيان بياخده، ده هو بيزود في الجرعه بتاعته، بياخد كذا لحد ما يجي لك هنا في الاكيوت ان هو ريسبيرت سنتر ديبريشن واكيوت فيس، ولازم تعرف، وهنعرف في اخر الاسسمنت ان العيانين بتوع الدراجز او التوكسين لازم هتاخد من البادي فلويدز بتاعته سامبلز، يعني من السلايفا ومن اليورين والكلام ده كله عشان وبلاد عشان تشوف ايه نوع التوكسين عشان تلحق تدي له انتي دوت، ده واخد باربيتوريت، ده واخد مش عارف كذا، ده واخد كذا. تمام. And so on. يبقى ده بالنسبه لي الهيكل العام بتاع الايه الديسني از ريجارد الانست، في اكيوت ديسني وكرونيك ديسني، واز ريجارد الايتيولوجي. تمام. طيب بما ان احنا ناس كلينيشنز وانا المفروض اقيم العيان تقييم مظبوط، فحضرتك في حاجه اسمها كلاسيفيكيشن اوف ديسنيا از ريجارد تو كلينيكال اسسمنت، في حاجه اسمها انسبيراتوري ديسنيا وحاجه اسمها ايه اكسبيراتوري ديسنيا. انسبيراتوري ديسنيا يعني الايفورت اللي العيان بياخده على مستوى الانسبيريشن، العيانين دولت اير هانجر هايبوكسيميك، وغالبا كل العيانين دولت بيكون عندهم الاسباب بتاعه ريسبيراتوري فيلر تايب 1. تمام. طيب العيان اللي الايفورت على مستوى الاكسبيريشن، احنا بنقول الاكسبيراتوري ديسنيا، بيجي لك ازاي؟ داخل بيعمل كل الايفورت على مستوى الاكسبيريشن، يعني هو داخل استقبال كده بالظبط، ودول عيانين الاوبستراكتيف ايروي ديزيز سواء كان برونكيال ازمه او ايه سي او بي دي. طيب عند النقطه دي لازم نعرف الباثوفيسيولوجي بتاع الديسني، والفيسيولوجي بتاع الديسني مرتبط بايه، وازاي انا اقدر اعمل انتربريتيشن للعيانين بتوع الديسني من خلال غازات الدم. احنا دلوقتي عرفنا الايتيولوجي بتاع الديسني، يعني احنا قلنا دلوقتي الديسني از ريجارد الانست اكيوت وكرونيك، خلاص، وقلنا از ريجارد الايتيولوجي كاردياك بالمونري ميتابوليك ميكانيكال هيستيريكال سنترال اللي هو الدراج، صح؟ وقلنا از ريجارد الكلينيكال اسسمنت عندي انسبيراتوري ديسنيا وعندي ايه اكسبيراتوري ديسنيا. سليم. هو اصلا الديسنيا بتحصل ازاي از اباثوفيسيولوجي؟ تمام. نرجع بقى بالذاكره كده ايام الفسيولوجي، انت عندك الاير واي بتاعنا زي ما انا راسم كده، الاير واي بتاعنا او الريسبيراتوري سيستم، يعني الريسبيراتوري سيستم بيتكون من 3 يونتس رئيسيين. تمام. اول حاجه الاير واي باسج اللي احنا بنسميها التريكيو بالمونري تري. تمام. طيب الاير واي باسج ده اللي هو الممر، يعني ده مسؤول عن ايه؟ عن حاجه اسمها الفنتيليشن، التهويه، زي الشبابيك دي كده، الشبابيك دي مسؤوليتها ايه؟ فنتيليشن، تدخل هواء وتطلع هواء. تمام. تاني يونت في الريسبيراتوري سيستم دي اسمها الفانكشنال يونت، اللي هي الالفلو كابيلاري ممبرين، ودي مسؤوله عن الجاز اكستشينج اللي هو ايه ديفيوجن برفيوجن. تمام. تالت يونت حاجه اسمها فنتيلاتوري بامب، ده المكبس المساعد، ده اللي بيحافظ على النيجاتيفيتي بتاعه الانتراثوراسيك بريشر. الفنتيلاتوري بامب ديت متكونه من ايه؟
متكونه من الانتر كوستال ماسل والديافرام. خلاص. والثوراسيك كيت جازابون، يعني مش هي دي المكونات بتاعته. يبقى دول التلاتة ايه يونتس، وانا عندي الفنتيلاتوري بامب ده المساعد اللي بيشغل او اللي بيحافظ على الوظيفتين دول. حلو كده. حلو كده. جم قالوا لك في الاستقبال الاي بي جي حضرتك في بارامترز اساسيه لازم تعرفها عشان تقدر تعمل انتربريتيشن، تمام؟ فقال لك ان النورمال بي اتش من 7.35 ل 7 كام؟ طيب والبريشر سي او 2 من 35 ل 45، والبريشر او 2 من 80 ل 100، والساتوريشن اكتر من 90%، والبايكارب من 22 بلس اور ماينس 4 ل 26. فممكن من 18 تمشي بلس اور ماينس 4، ده التعريفات القديمه، انما اللي مكتوب عندكم الجديد من 22 ل 26، تمام؟ وقال لك ان الارتيريال بلاد جازز واحده من الانفستيجيشن المهمه جدا اللي انا بقيم بيها الريسبيرتوري سيستم عامه. طيب وبقدر احدد بيها ان العيان ده اسيدوتيك ولا الكالوتيك، حموضه الدم وضعها ايه. طب يعني حضرتك لو انا شايف ان العيان بتاعي بقى ميتابوليك بيشنت، عيان سكر، عيان يوريميا، عيان بتاع، مطلوب برضو اعمل له وجايب ديسني اعمل له ارتيريال بلاد جازز؟ قال لك لا، اعمل له فينوس يا اخي، مش لازم ارتيريال. انما انا بقيم شيست ارتيريا قولا واحدا. يعني ما ينفعش اعمل اسيسمنت العيان ريسبيراتوري بعينه ايه؟ في بي جي، فينوس بلاد جاز. طيب يبقى انا النورمال بي اتش 7.35 7.45، البريشر سي او 2 35 45، بريشر او 2 من 80 ل 100، الساتوريشن ايه؟ اكتر من 90%، والبايكارب من 22 ل 26. خلاص؟ الساتوريشن اكتر من 90% ده له دلاله، كل ذره هيموجلوبين في الارتيريال بلاد ماسك فيها 4 اكسجين. فكده الساتوريشن كام؟ 100%، صح؟ مفيش حاجه 100%، فاحنا بنكتبها فوق الايه؟ يبقى طول ما هو الساتوريشن فوق 90% انا متاكد ان ده ايه؟ ارتيريال بلاد. في الفينوس بلاد ماسك فيها 3 بس، يبقى الساتوريشن قد ايه؟ اقل من 75%. يبقى اي عينه هتتسحب الساتوريشن اقل من 75% فهي عينه فينوس، فوق 90% فهي عينه ارتيريال. طيب نرجع مرجعنا، انت قلت لي ان الايروي باسج ده الممر اللي بيخش فيه الاكسجين وبيطلع منه ثاني اكسيد الكربون، تمام؟ انا هاجي امسك اول حاجه الفانكشنال يونت اللي هي الالفلو كابيلاري ميمبرين. تعالى في جنب بقى، ادي دي التيرمينال برونكيول، وادي الالفيولاي، وادي الفيسل، وادي الميمبرين، تمام؟ الطبيعي ان بيحصل هنا جاز اكستشينج، تمام؟ اكسجين بيدخل للدم وثاني اكسيد الكربون بيطلع من الالفيولاي يرجع سكته تاني على بره وتطلع في الاكسبيريشن، وده الطبيعي. طيب لو حصل هنا كونسوليديشن او ميه بقت موجوده فين؟ في الالفيولاي، متوقع ايه اللي هيحصل؟ الميديا اتغيرت، المفروض ده من هواء رايح للانترستيشال تيشو على الفيسل، جاز اكستشينج، شكرا سلام عليكم. واحنا قلنا ان الديفيوجن مسؤوليه الالفيولاي والانترستيشيوم، والبرفيوجن مسؤوليه الفيسل. بي بي برفيوجن بلاد فيسل. يبقى لما يكون عندي فاسكولايتس انا عارف ان البرفيوجن اتغير، الكابيلرايتس البرفيوجن اتغير، وده هياثر على الجاز اكستشينج برضو، تمام؟ عندي مشكله في الالفيولاي والانترستيشيوم، انا بتكلم ان الديفيوجن فيه مشكله النفاذيه بتاعه الجازز دي. انا هنا حصل عندي كونسوليديشن زي النيمونيا يا سيدي، ميه زي بالمونري اديما، الميه دي اتبدلت بدم زي الالفولار هيموج، سليم؟ حصل عندي انترستيشيال فايبروزس،
حصل عندي بالمونري امبوليزم. انت عمال تعدد اسباب اسباب اسباب. الاسباب اللي انا قلتها دي وهقولها لك اكتر لما اقول لك هو ايه اللي هيحصل بعد كده. الوسط ده اتغير فابتدى معدل الاكسجين اللي داخل ايه هيقل. هيحصل عندي هنا هايبوكسيميا. يعني الاكسجين هيقل عن كام؟ عن 80. تمام. يبقى هيحصل هنا حاجه اسمها هايبوكسيميا. كويس كده. طيب الوقت اللي الاكسجين قل فيه نتيجه الكونسوليديشن اللي موجود او الاسباب الثانيه اللي انا قلتها دي، تتوقع ثاني اكسيد الكربون هيحصل فيه ايه؟ هيزيد فين؟ طيب في بادئ الامر، في بادئ الامر لما الاكسجين يقل انت متوقع ان ثاني اكسيد الكربون اللي هيطلع هو كمان هيتغير. بس انا يعني ازيدك من الشعر بيت ان ثاني اكسيد الكربون يمتلك نفاذيه مرعبه. تمام. ده الحرامي ده هيعرف يسلك نفسه ويطلع من هنا. يبقى في الاول هلاقي الاكسجين قليل في الدم، هلاقي عندي هايبوكسيميا يعني ان البريشر اكسجين اقل من 80، وهلاقي في الاول ان في نورموكابنيا يعني ثاني اكسيد الكربون في الدم ايه نورمال. خلاص. لحد بعد وقت معين يبتدي ثاني اكسيد الكربون عشان يعمل بالانس للهايبوكسيميا دي يحصل العيان ده تاكيبنيا عشان يحصل سي او 2 ووش. تمام. فبعد ما كان ثاني اكسيد الكربون نورمال هيبقى ايه هايبوكابنيا. قال لك طيب انت قعدت شرحت لي وقلت لي ديت ان دي هايبوكسيميك فيز وبتحصل مع المشاكل الامراض اللي انت قلتها دي. قال لك بس خد بالك لازم تحفظ الرقم ده 60، ان لو البريشر اكسجين قل عن 60% 60 يبقى انت كده دخلت في حاجه اسمها ريسبيراتوري فيلير ايه تايب 1. يبقى ايه هي اسباب الريسبيراتوري فيلير تايب 1؟ اي درس في كتاب الريسبيراتوري سيستم بادئ بحرف البي فور بين، نيمونيا، بالمونري امبوليزم، بلورال افيوجن، نيموثوركس، بالمونري فايبروزس، بالمونري اديما، عنده حاجه ثانيه؟ ده اي حاجه بادئه بحرف البي هتعمل لك ايه؟ ريسبيراتوري فيلر تايب 1، لان هي بتاثر على الهايبوكسيميا او الاكسجين بتعمل ايه؟ هايبوكسيميا. تمام؟ طيب فجاء قال لك خلاص انا عرفت ان انا عندي دلوقتي اي ديسفانكشن هيحصل للالفلوكابيلاري ممبرين اللي هي الفانكشنال يونت هخش في ايه؟ في هايبوكسيميا. وفي البدايه بيكون معاها نورموكابنيا، ولو الهايبوكسيميا زادت ووصلت ريسبيراتوري فيلر تايب 1 غالبا هيبقى في سي او 2 ووش ويخش العيان بعدها في ايه؟ في هايبوكابنيا. تمام؟ وحفظت ان هايبوكسيميا اقل من 80 وريسبيراتوري فيلر معناه ان الهايبوكسيميا ما بقتش 80 ده بقت اقل من، فال 60 ده بالنسبه لي كاردينال او الارمنج ايه؟ ساين. طيب انت دلوقتي حصلت المشكله على المستوى اللي انا قلت عليه الالفلوكابيلاري ممبرين. في حاجه تانية بتؤدي للريسبيراتوري فيلير تايب 1 في الايتيولوجي اللي احنا قلناه، احنا قلنا كاردياكو بالمونري. تتوقع ايه اللي يعمل ريسبيراتوري فيلير تايب 1؟ الميكانيك، يعني المشاكل اللي لها علاقه بالايه بالفنتيليتوري بامب. خلاص. العيان ده اوبيز. تمام. فبيخش في حاجه اسمها ريستريكتيف لانج ديزيز، فيخش في هايبوكسيميا فيعمل ريسبيراتوري فيلير تايب 1. عيان عنده كايفوسكوليوزس، ثلاثي الكيج بتاعه مش مظبوط. تمام. طيب عيان عنده مشكله في الديافرام، عيان عنده بلورال افيوجن، عيان عنده نيموثوركس، ما كل دي الاسباب الميكانيكال اللي بتؤدي برضه للريسبيراتوري فيلير تايب 1. تمام. طيب هل العيان اللي عنده ريسبيراتوري فيلير تايب 1 ممكن يتحول لريسبيراتوري فيلير تايب 2؟ اه. امتى؟ لو حصل ريسبيراتوري ماسل فاتيج. يعني واحد عيان عنده نيمونيا بلورال افيوجن، زي ما انت بتقول، انت بتقول لي في الاخر ان هيحصل تاكيبنيا عشان يعمل سي او 2 ووش عشان يعمل البالانس. تمام. هو دلوقتي عمل كده وسي او 2 ووش و فدخل في اكزوشن اوف ريسبيراتوري ماسل. الاكزوشن اوف ريسبيراتوري ماسل ده هيودي العيان من ريسبيراتوري فيلر تايب 1 ل ريسبيراتوري فيلر ايه تايب 2. طب هو ايه بقى اصلا ريسبيراتوري فيلر تايب 2؟
طيب respiratory failure type 2 is a lab diagnosis. خلاص انما بيحصل فين او بنشوفه مع مين؟ انا قلت لك ان اي خلل في الاير واي باسج اللي هو الممر ده بيؤثر على عمليه اسمها ايه؟ فنتيليشن. يعني سواء كان الخلل ده اكيوت او كرونيك، يعني عيان عنده فورين بودي هنا لارنجال حاجه قفلت كده، او عيان كرونيك زي السي او بي دي مثلا، كرونيك اوبستراكتيف ايروي ديزيز، لما انا الممر ده يحصل فيه برونكوس بازم طبيعي ان الاكسجين اللي داخل ايه هيقل، هيحصل العيان ده هايبوكسيميا، صح؟ طيب وثاني اكسيد الكربون اللي طالع هيقل برضو. ما انت لسه قايل لي ازاي بقى ونفاذيه ثاني اكسيد الكربون ده امتى؟ ده عند تغير الوسط، يعني لما يكون الميديا بقت ميه او دم او انفلاماتوري فلويد هقول لك لا ثاني اكسيد الكربون صايع وهيعرف يسلك نفسه ويطلع. انما انا بكلمك في الايروي انبوبه، اكسجين داخل وثاني اكسيد كربون طالع وانا حصل اوبستراكشن برونكوس بازم، ايه اللي هتقول لي؟ الاكسجين داخل قل وثاني اكسيد الكربون اللي طالع قل، يبقى زاد في الدم. يبقى انا عندي في الحاله دي الاكسجين قل في الدم وثاني اكسيد الكربون ايه؟ زاد في الدم. تمام. يبقى انا عندي هنا هايبوكسيميا وهايبر. قال لك سيبك من الهايبوكسيميا لو سمحت، الريسبيراتوري فيلر تايب 2 اصلا سندروم اوف هايبر كابني، يعني هو بيحصل بعد ايه؟ زياده ثاني اكسيد الكربون. طيب ثاني اكسيد الكربون تقصد البريشر سي او 2 هيبقى اكتر من 45، يبقى انا عندي كده هايبر ايه؟ كابني. عشان العيان ده يخش في الريسبيراتوري فيلر تايب 2 يبقى اكتر من 55، يبقى اقل من 60 بريشر اوكسجين يبقى ده ريسبيراتوري فيلر تايب 1، اكتر من 55 بريشر سي او 2 يبقى ده ريسبيراتوري فيلر ايه؟ ويبتدي يديني متلازمه الهايبر كابني، الكونفيوجن والديزنس والهيديك والفاتيج والبيرفال فاز دايلاتيش، كل الكومبليكيشن اللي هتحصل نتيجه الهايبر كابنيا بتبدا من ايه؟ من الرقم ده. طيب العيان اللي عنده ريسبيراتوري فيلر تايب 2 ده تو بي فنتليتد، ده عيان كريتيكال، انا مش بهزر. تمام. طيب خد بالك ان النورمال فيسيولوجي بتاعك الريسبيراتوري سنتر ده في النورمال استيمولييتد بايه؟ بثاني اكسيد الكربون. يعني احنا المين ستيمولس، احنا اشخاص طبيعيين اهو، المين ستيمولس بالريسبيراتوري سنتر بتاعنا هو ثاني اكسيد الكربون، يعني زياده ثاني اكسيد الكربون في الدم بتزود معدل التنفس. حلو. طيب عايز اعرف، هات صاحبك يخنق رقبته. انا مسكت واحد زي قفلت اول ما سبتها اير هانجر، انت عملت ايه؟ حاجتين، قللت الاكسجين اللي داخل فعنده هايبوكسيميا، وعملت له CO2 ريتينشن. CO2 ريتينشن ده هو اللي عمل استيميوليشن لايه؟ ريسبيراتوري سنتر، فابتدى يخش في تاكبني. يبقى النورمال ستيمولس للريسبيراتوري سنتر بتاعك مين؟ ثاني اكسيد الكربون. العيانين بتوع الاوبستراكتيف ايروي ديزيز اللي هم السي او بي دي، حضرتك هم عندهم من ده كتير، هو عنده اصلا سي او 2 ريتينشن، هو عنده هايبر كابني، فبيحصل ادابتيشن للريسبيراتوري سنتر على الايه؟ على السي او 2. فاصبح ان عيان السي او بي دي المين او الاونلي ستيمولس للريسبيراتوري سنتر بتاعه هم شويه الهايبوكسيميا، يبقى ناقص الاكسجين ده هو اللي مخلي العيان في تاكبني، قادر يعمل كومبنسيشن، قادر يجي لك برجله لحد المستشفى. عشان كده بنقول عيانين السي او بي دي اتس ا كرايم فيتال ميستيك ان اي عيان كورونيك اوبستراكتيف ايروي ديزيز داخل لك الاستقبال بديسنيا وتحطه على ماسك اوكسجين، لان حضرتك انت صلحت الهايبوكسيميا اللي مخليه ريسبيراتوري سنتر شغال، اللي جابته المستشفى فدخلته في ريسبيراتوري سنتر ايه؟ ديبريشن. اعمل له ايه يا دكتور؟ يا عم حطه على برونكو دايليتور، اعمل له جلسه، ما تتصرفش ونادي للنايب يشوف ويسحب غازاته ويشوف العيان بتاعك. عيانين الكرونيك اوبستراكتيف ايروي ديزيز اوعى العيان يخش لك بديسنيا تحطه على ماسك اكسجين، لان الهايبوكسيميا هي المين ستيمولس للريسبيراتوري ايه؟ سنتر. فلو حضرتك صلحت الهايبوكسيميا دي انت وديته في ده خلاص. طيب انا دلوقتي اتكلمت على الديسنيا واتكلمت على الديفينيشن والايتيولوجي
واتكلمت على التقسيمه بتاعه الانست والكلينيكال كلاسيفيكيشن اللي هي انسبيراتوري ديسنيا واكسبيراتوري ديسنيا. يبقى لي تقسيمه واحده از ريجارد البالمونري فانكشن تيست، والتقسيمه دي بتوع الصدر بيحبوها جدا. يقول لك انا عندي حاجه اسمها ريستريكتيف ديسنيا واوبستراكتيف ديسنيا. من اسمها معروف ريستريكتيف ديسنيا دي اللي بيحصل معاها ايه؟ هايبوكسيميا، ودي بتاعه الريستريكتيف لانج ديزيز. يبقى ديت غالبا اللي معاها ريسبيراتوري فيلر ايه؟ تايب 1 خلاص، او ان العيان ده اوبستراكتيف ديسنيا ودي اللي ماشيه مع ريسبيراتوري فيلر تايب 2 ومع العيانين بتوع الكرونيك اوبستراكتيف ايروي ديزيز. خلاص يبقى انت كده خدت كل حاجه متعلقه بالايتيولوجي والانتربريتيشن اوف ارتيريال بلاد جازس ريجارد تو ديسنيا، وعرفت الباثوفيسيولوجي بتاع الديسنيا. الديسنيا دي بتحصل ازاي، ولو هي على مستوى الفانكشنال يونت الافلوكابيلاري ميمبرين بيبقى مشكلتها ايه، لو على مستوى الاير واي باسج مشكلتها ايه، لو ايفن حتى على مستوى الفنتيلاتوري بامب اللي احنا قلنا الديافرام والانتركوستال ماسل والثوراس الكيج واللي هي هتوصلني في الاخر ريزلت فيلر تايب 1 برضو انا عرفت وضعها ايه. تمام، يبقى قالي ان انا اوصل مع العيان ده لفاينل دايجنوزس. حضرتك از ريجارد الهيستوري انت خدت هيستوري وعملت ديفرنشال للايتيولوجي كله اللي احنا قلناه، عنده باست هيستوري اوف كاردياك ديزيز، ريسبيراتوري ديزيز، العيان ده عنده سكر، عنده سي كي دي كرونيك كيدني ديزيز عشان الميتابوليك، الهيستيريكال اللي احنا قلناه، الميكانيكال واخد تروما، الدراجز بياخد كذا او اتعرض لتوكسين. انا عايز دلوقتي اعمل جنرال اسيسمنت ولوكال اسيسمنت. جنرال اسيسمنت الفيتال ساينز دي من اهم حاجه، او اهم حاجه لازم تعملها للعيان. خلاص انا هبدا بالبلس اشوف العيان بتاعي تاكبني سوري معلش، العيان ده فيه تاكي كارديا ولا برادي كارديا، ريجولار بالس ولا ريجولار بالس، عشان اشوف الهيمودايناميك استابيليتي بتاعه العيان ده، بلاد بريشر بتاع العيان ده هايبوتنسيف ولا هايبرتنسيف، ريسبيراتوري ريت بتاع العيان ده تاكبنيا ولا برادبنيا. تمام، تمبريتشر العيان في هايبوثيرميا ولا هايبرثيرميا. ماشي، دي الحاجات بتاعتك السريعه بتاعه الفيتال ساينز اللي بتعمل بيها اسيسمنت. طيب تاني حاجه اللوك، شكل العيان، الاودر اوف ماوس، عشان لو واخد توكسين شارب مخدرات شارب كحول، الحاجات دي هتعرفني في الجنرال اسيسمنت. تمام، شكل الجلد بتاعه، في سكين مانيفيستيشن سكين ايروبشن بتاع دراج اليرجي، حاجات كدمه، العيان ده واخد تروما، في سكار بتاع جرح كان بينزف، ما كل دي اسباب انت قلتها، يبقى ده اسمه جنرال اكزامينيشن. اللوكال اكزامينيشن بتاعك هيتعلق بحاجتين، الكارديوبالمونري لان هو ده اهم حاجه او ده اللي بالنسبه لك الموست كريتيكال، العيان ده انا سامع الهارت ساوند اخبارها ايه، في ميرمر ولا مفيش، سامع في بيزل كريبيتيشن على الباك ولا لا، العيان ده في بالمونري كونجيشن، العيان ده في اكيوت ام اي معاه عرق وسمباثيك اوفر درايف، يقول لك انا حسيت بشيست بين وقفل صدري وبعد كده كرش النفس ظهرت، العيان ده عنده انفير اير انتري يعني ان ايكوال، ده انا سامع الاير انتري ليفت سايد ومش سامع رايت سايد، ده في بلور افيوجن ولا في نيمو سوركس. انا بتكلم ده اس كلينيكال ايه اسيسمنت، ما قلتش انفستيجيشن. تمام، طيب وشفت البريفرال بالسيشن بتاع العيان ده، وشفت كمان الايكواليتي بتاعه البيوبل عشان ما يكونش ده سنترال كوز وهو داخل في اللاترالايزيشن في بابينسكي ساين ولا لا، ده جنرال. يتبقى ان انا رحت للجنرال وعملت لوكال اكزامينيشن على مستوى الشيست والهارت، هروح للانفستيجيشن. العيان بتاعك ده انت عايز تعمل له ايه؟ اي بي جي ارتيريال بلاد جازز، ده الدرس كان كده اصلا، غازات الدم مهمه جدا عشان اعرف انا رايح فين، ويتش تايب اوف ديسني اللي بتكلم معاه. تمام، هعمل العيان ده شيست اكس راي اشوف فيه عندي بلور افيوجن ولا لا، نيمونيا نيمو سوركس ولا ما عنديش، كارديوميجالي ولا ما عنديش، هعمل العيان ده اي سي جي عشان الاسكيميك تشينجز. خلاص، العيان ده هتسحب له البيزك لاب. تمام، كان نزف ودخل في هيموريدج، والهيموريدج ده دخلنا في سيفير انيميا، والانيميا دخلتنا في هايبوكسيميا، فرجعنا للديسك. ماشي، ده انا عملت للعيان ده الميتابوليك بروفايل، لقيت سكره عالي، ده هايبر اوزمولر، عملت مش عارف كذا، لقيت استون، لا ده مش هايبر اوزمولر، ده دي كي ايه، ده الكريات بتاع العيان ده عالي، ده فيوريميا، العيان ده لا ريحه بقه فيها فيتر هيباتكس، ده غالبا هيباتيك انكفالوباسي، وانا هعمل له الامونيا هلاقيها عاليه حسب السيتويشن. ما انت قعدت عدت لي كل الايتيولوجي ده في الاول. تمام، طيب ممكن نعمل العيان ده
الاتريال نيتروليتك بيبتايد. تمام، حد عارف الاتريال نيتروليتك بيبتايد؟ حلو، بولي بيبتايدز، ودي بتطلع او امينو بيبتايد بتطلع من الاتريوم. مهمه جدا ان دي من الحاجات اللي بتفرق لنا بين الكاردياك ازمه وبين البرونكيال ازمه. المفروض ان هي اقل من 100. لو لقينا الاتريال نيتروليتك بيبتايد فوق 100 يبقى غالبا العيان ده كونجستيف هارت فيلر، دي كاردياك ازمه مش برونكيال ازمه. لان انت عارف ان ممكن عينين كاردياك ازمه والبرونكيال ازمه يجوا لك الفجر الاثنين. طب عين داخل لك بديسني وانت انت لا عارف ده مش عارف توصل. وخد بالك ان دي منطقه جراي زون كارديو بالمونري، من الحاجات بقى الجراي زون، ان انت لازم بتعمل اكستنسيف ورك اب. انا بعمل كل ده وبصور وبعمل سي جي وبعمل اي بي جي وبعمل كذا ومش عارف احط ده. طيب انا ممكن دلوقتي معايا بيت سايد ايكو اقدر اقول بقى الاجكشن فراكشن بتاع العيان في داستورجس فانكشن ولا لا، في هايبرتروفي ولا لا. انما الاتريال ناتروليتك بيبتايد من الحاجات اللي بتبقى موجوده في التيرشري سنترز زي مستشفيات الجامعه، زي مش موجوده عندنا طبعا ومحدش بيستخدمها كتير. انما دي لازم معلومه تبقى انت عارفها، ان دي حاجه مهمه ان انا بفرق بيها ما بين الكاردياك ازمه اللي هو كونجستيف هارت فيلير وما بين الايه سيفير برونكيال ازم. تمام، تقريبا كده احنا خلصنا كل حاجه. وطبعا انفستيجيشن اوف ذا كوز، يعني اي حاجه من دول بقى، التوكسين، العيان اللي كان بيشرب حشيش او انت شكيت ان العيان ده دراج induced dyspnea، لازم تاخد له بلاد سامبلز. مش بلاد سامبلز بس، بتاخد سامبلز من كل البودي فلويدز وبنعمل اناليسز عشان نشوف التوكسينز اللي العين خدها ايه وتقدر تديله الانتيدوت. تمام، يعني اتمنى كده يكون الموضوع اتغطى بشكل كبير وكل حاجه وضحت. ان شاء الله نتقابل المره الجايه. استودعكم الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم. السلام.